أوان كإيشا كان بمؤسسة وبرخراء ودامزراء ولا جيرة وبو حكومة وبو ياسا وبرلمان الرون إيما دين لسر إعلان لبردم ميديا حرشي أوان بتزيو ناورين بيلين إيما بعشق أبوين باسكين هيدي هيدي بي أوي بزانين أمشتا آسايا كين ولاي خلق كبيوتي تطبيع آسايا كردنوي أم مسألة أخلاقيانا يا كم جار بقيو هو شانه ببیسن خلق ببیسی چته ناو مالکانو دای کو باوک دان شون سې تلویزیون اگر مناله کی هر زکارانه مناله کی بچوکتر ام قسانه ابینه نو ما مصای کی آینی داعیه کو دکتوره کو نازانم کی یک ب بی پروا ایلیت دی ګویان را دی هند حسابه ګو چاو راحت دوای بچا خو شبیبین رانا چلجن ای اوان ګورترین هنګاو یک بوم ایشه بکری اسای کرنویتی هنګاو یکم یم مساله اسای کرنویتی كأساي كراي و ليجر الشهوة خوي الدبابرة وشون يعني كأوان يعني بيت إما بيأوي بزانين يارمتي أنا دين لأساي كرنوي أما سلا دي إما رجيك ما قلتوا تبر رج في شواني وأمانجي إما معنوي نيت مان شاكا أمانوي خال دور بريتة ولو مثلا أنا بلام أوانا يدين الجوي أنا خال كبر رأي كشين خوي جورا القرآن على سورة النور هكلا باسي حادثة إفكا أفرميت يا سايكي عام أفرمي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون أو أنا بي عن خوش فاحشة بلاو بيتا ولناو إيمان دارانا لناو كومالغيكي باكوشاكا عذابكي سخت عن الدنيا والقيامة بوهي خوازاني ونازان أم خوازاني ونازان ذيلي آيات زور جرينجا يعني ورياب نجاري ويا بيئة ويا علم تانا بيئة خريكي تشعي فاحشن خوازانيت شيئا غلطة كان بس خوتان خبر تانيني با وريايا وآقا داربن طبعا أم بابتا قسيلة سركرا ووترا وما بس يم تفسيريم آياتات شيئا قرام إمام الرازي زور جوان قسيلة سرما كلنا تو جاري ويا خريك ناو نشاني شويني فسادة دي لا تلفزيون درچين گوندي فلان سيتي لگركي فلان باخلاقي واكرا باندك هيا بونه ببلاش نازانم سيكس بلاش فروشي خلقي كه بدايه مشتانه اگر هو جاري وك نقطه يموت رسمي كچي كه اندانه او تو انا افرته رقمي خو بلاو كردو تو بو ايدي كه لكومي نصيبي باشي هاوار كو اخلاق كو دين كو رقمه كي يعني جاري وايتو لبلو ارواتو اي خوش بغات مثلا كه تو عنوان دي ريك لوكيش نغي دي تبرو فلان شن كسيواي حرب جدي او انا بخبره هل لازم اشتي ولا شارع اغزري لناخش وكشوت وحز هيتي تو ريك بي لي فرمو غرتو لا فلان شن هي با اسان دستكه خلقي كبر ولا ابي امامي رازي لتفسيرك يا مفاتيح الغيب كثير امام الرازي نايم من قسل باري رازي وكم كوتراء الامام يعني رازي على كتب فقهي وتفسيرها قال الإمام يعني قال فخر الرازي فخر الرازي فرمي لا شك أن ظاهر قوله إن الذين يحبون أن تشع الفاحش يعني يفيد العموم قماني أم آية عامة يعني معناك عامة وأنه يتناول كل من كان بهذه الصفة هركز أم صفتي بركبة أم آيتي قريتها ولا شك أن هذه الآية نزلت في قذف عائشة أما باسع لباري او بوتانو ابو كبو دايك عائشه رضي الله رحمتي خويلي به كرا دابزيو ايتك بلام الى ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اما قاعديك اصولي عموما اي زاني فوجب اجراؤها على ظاهرها في العموم دواي دليل هنا تبو الله اقر بيتو باسي عائشه بوا بتنيا نيوت في الذين امنوا ان تشيع الفاحشه في مثلا زوجتنا تدربارئه لو لا ترى نالت إن الذي كقصد عبد الله كري أبي كري سلول ببتني على إن الذين أو أني هركس يبن بويا بعمومك ورجيت مسألة دوامي هنا وكمسألة كي جرينج هرب تكملي أما إيه ما بيأوي بزانين إيش لسرك بعكس سوا أوها محادثة باسي ستري عيب عورته وأنا زانين ستري عيب ويكسا ستري عيب كوم الجا جرينج قتلك جناحك جورترا عقوبك إيش جورترا أبيني بدو شاية اكتفاء كريت شكرا جارك أبرا بعشرة خلك كوجي
مسألة أخلاقي زود ترسناك كومالغا هلوشيني تو بخراب بوية چوار شايد دان راو بوية بأساني بسر كسا ساغ نبيتو مگر كسي خوي مجاهر بي بفساد و برالاي وإلا بأساني چوار كس دو كس نابينن لكاتي عين زنا كردنا إلا بمنة حالة اعتراف كسا كخوي بك سيد الأدلة اعتراف كابلي من أو تاوانم كردو كومال حديثي هنا وإمام رازي ليك لو حديثنا فرمي روايتك ولا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي إني لأعرف قوما منكم الله خلق ناس يضربون صدورهم ضربا يسمعه أهل النار هل عدنا سرسين خوانا لجهنم أو أنا لحسرة آزارا همو خلق جهنم قيل الزرميسين يانا وهم الهمازون اللمازون الذين يلتمسون عورات المسلمين أو كسانا كهر خريك تعندانا برلان بإقلاقا أول يعني مبداخوة ما مصايك ميراد قريب يا غمري خوابي صلى الله عليه وسلم أو ذات النزيها كابوها مشت كناي بكارينا حتى بو جدبوني جنو ميردك بحلاليش باعتيادي جنيو بدات حتى بيت الدميا ما مشكلة زور يوريه